صيم مع مقالب هشام هاشتاق عشق طقوس فرجة مع فنان الدوس على شادة تي في غتحلى شهر رمضان كله حلا فالكاميرا شهد الحصلة صيم مع مقالب هشام هاشتاق عشق طقوس فرجة مع فنان الدوس على شادة تي في غتحلى شهر رمضان كله حلا فالكاميرا شهد الحصلة مساء الخير، اهلا وسهلا اليوم بالاتفاق مع الاستاذ مولاي احمد العلوي وعماد النزيفي غنوهم الفنانه ديالنا سعاد حسن انني غنتولى قياده سفينه برنامج دندنه. تبعوا معنا هذا الحلقه. اولا الترحاب غادي يكون الاول بالاستاذ الكبير بحال لا هو لا مولاي احمد ما كاين مشكل، لا بالعكس غنقدم اللي بغيتي احنا معنا مشكل الفنان العملاق الكبير اللي عطى في الأغنية المغربية مولاي أحمد العلوي عاد قدمني أنا. أحبائي مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دندنة. اليوم كيحضروا معنا فنانين اللي عطاو في الأغنية المغربية. اليوم كيحضر معنا سي أحمد العلوي، أهلا بك. ايضا على يميني الفنانه سعاد اللي جات من بلاصه بعيده. مرحبا بك لسعاد. الله يخطيك، نجيو ما عندناش مشكل. مرحبا بك. الله يخطيك، تبارك الله عليك وشكرا على الاستضافه اللي كنحضر فيها مع استاذ كبير استاذ تاريخ ديال الاغنيه المغربيه اللي هو مولاي احمد العلوي. هذا شرف كبير. نعم، مسارك الفني شحال عنده معاه؟ 40 عام. وراجلك شحال عنده معاه؟ شكون هو؟ راجلك. راجل انا مجوجه مولاي احمد. راجلي عنده 62 عام. تبارك الله. انا عندي 60 عام. تبارك الله. اذا استاذه سعاد، سؤال مباشر لك، يعني انت فنانه يعني بعد مسار فني طويل وشحال من سنين انت كتغني وما بنتيش في الساحه الفنيه، الوقت اللي كانت نعيمه سميح وكانوا مجموعه من الفنانات كيبنيو الكارير ديالهم، يعني انت فين كنتي؟ كنت خدامه. كان غني. نعم. ودائما في الحوار ديالنا على ما لاحظت بزاف ديال الناس في مواقع التواصل الاجتماعي تكلموا على سعاد حسن، سعاد حسن الفنانة اللي تشهرات بواحد الفيديو وانت كتغني أم كلثوم وكتغني أم كلثوم بالجين. ما عرفت واش عقلتي على هاد وقت كان غنى بالشورت وانا نحيي قلت نغني بالجين. انت الشورت مزيان. مالو على الكويري واش كيلعبوا راه الشورت؟ مزيان مزيان. واخا لكم غنكمل الله يخليكم. لا اللي كيف دابا كتضحكوا خلينا الله يخليكم مركزين ونشوف حالنا. راه انا عييت. تحية للفرقة الموسيقية وغادي نمشي ودائما أمر الله مع سعاد حسني. سعاد حسن. واحد دقيقة. تفضل. خليك صافا شويه هي قول لي. لا انا ما تعصبتش. لا ماشي انا، ماشي انا الطراب ديال الناس كاملين. انا معصبه، انا تعصبت، ما عنديش ما غنقدرش نعطي شي حاجه في داكشي اللي غنعصبك. لا سعاد قول لي. عادي قول لي. لا سعاد. لا رضي عليك والله ما عندي مشكل معاك. انا ما عنديش مشكل دابا، بغيت نعرف المشكل. عندي مشكل. واش شي واحد شي حاجه ماشي هذيك في انا ما عندهم ما يديروا لي. انا كلهم كنحترمهم. انا واحد الانسانه عيطتي ليا درتي ليا الاراره في التليفون باش نجي ونجي ما غاتجيش عندك. راه الغيب حجتو مع شغلو هذاك. لا سعاد غير كلشي كلشي غايبين. انا تانا عندي الطريق. عيط لي. عندي طلبه وحده. طلبه وحده. اسمعني خلينا نكمل. عندي عيط لي في التليفون يقول لي سعاد انا ما جايش، ولا واحد الانسان اخر جاي غيحضر معنا تا هو يقول لي انا ما جايينش. حنا ماشي بحال لا سعاد دابا شوف اللي طرا وشوف الغايب حجتو معاه.
عطينا فرصة ندخلوا نكملوا كل شيء يكون بخير. يلا وجدونا ليكيب يلا. تفضل لا سعاد الله يجزك بخير. يلا يلا صافي. واحد التصفيقة على لا سعاد بعد الله يخليكم هي راجعة بلاطو. غادي نمشيو فاصل موسيقي أمري لله ونرجعوا لكم. تصفقنا مع الموسيقيين باش يديروا اخطاء موسيقيه. خلي عبد الله خلي سعاد. انا في الفيزا اللي عطيتيني انا فين مشيت؟ سعاد انت تبارك الله عندك صوت اخوان. لا سعاد شوف لا سعاد عاود من الموسيقى من الاول. اخويا تبارك الله عندك سويت وعندك تاريخ وماشي زعما شي وحده. لا الدنيا يعني واش طيحتي شويه؟ اش طيح؟ شويه طيحتي النيفو ديال الغناء ولا؟ لا؟ اش من نيفو طيح؟ لا زعما في الميزان، الميزان. لا انا ما طيحت لا نيفو ولا اش من نيفو طيحت؟ واش اسمح لي واش طيحت النيفو في الميزان ولا في الغناء؟ لا هو الغناء ديالها صوتها زعما با مال ماشي زعما شي ما كنعرف سعاد حسن في نظرك انت انا طيحت بان لي انا ما كنفهمش الموسيقى يا خبو عليك. ما كتفهمش الموسيقى علاش تقول طيحت في الميزان؟ علاش غادي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شي بيش؟ اهلا اهلا شكون انت؟ جيت انا البرنامج مع سعاد حسن. قال لي كتغني بالدجين. قلت لك تغني بالشوط. ما فهمتش علاش علاش قالوا لي تقدم البرنامج. لا انا ما قلتليش قدم البرنامج. قلت لي قدم. قلت لي اتصل بك عماد الجيفي. لا 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 قال لك سي عماد سي عماد سي عماد بلاتي تفضل 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 بلاتي. السلام عليكم خويا. لاباس. ما قالناش سعاد انت اللي قلتي لي. انا قلت لك جي. ماشي انت اللي واخا تقول لك جي ما تجيش. تفضل راجل. بلاتي تفضل. هذا. لا ما فهمتش علاش. انا جيت لقيتهم جالسين هذا قلت علاش ما نصورش؟ قال لك اش كيصور؟ هضرت مع لا سعاد قالت لي بدا غلط. ديال الضو وجيت. دابا بدينا واش نقولوا؟ واش غديروا كاملين؟ انا غنمشي نخلص انا الما ورجع. تسناو بلاتي بلاتي. واش نقدروا نكملوا هذه الحلقه؟ لا لا اجلس اجلس. انت غتجلس غتغني معايا كلثوم اجلس. شنو بغينا نقولوا لك؟ غتسامحي لينا مولاي احمد العلوي. الفنان الملحن الكبير الاستاذ صايف الخبار كلشي داير اخبار وشاركتي معنا في كاميرا كاشي. حيد عليا الله العظيم الله. هذيك شتي انت مجري ولكن عاد نديرو البرنامج. حيد اولا وقبل كل شيء انا عمرها ما دارت بيا ولكن اليوم هو ملي جهات الكاس ديال الماء من الاساتذه كلهم الطاقم ديال البرنامج مقبوله. لا سعاد تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. تبارك الله عليك ومولاي احمد. لا سعاد شي كلمه للمشاهدين ديال شاده بالمناسبه ديال شهر رمضان ان شاء الله. هو كنحيي الجمهور المغربي بصفه عامه والبرنامج ديال دندنه والناس اللي خدامين اللي واقفين على هذا العمل ديال شاده الصغير الكبير تبارك الله عليهم كاملين وتحيه للفرقه الموسيقيه ونتمنوا على الله نكونوا كنقدموا شي حاجه زوينه اللي غادي تدخل البيوت المغربيه ورمضان كريم. رمضان كريم تي مخلوعه على سعاد ما عجبش وخلعتوني لان درتوا لي انا الكاميرا الخفيه كنبقى حاضيه دائما ولكن ماشي مشكل. صايم على مقالب هشام هاشتاق عشق طقوس فرجة مع فنان الدوس على شادة التيفي غتحلى شهر رمضان كله حلا فالكاميرا شهد الحصلة. صايم على مقالب هشام هاشتاق عشق طقوس فرجة مع فنان الدوس على شادة التيفي غتحلى